هام للمغاربة، الساعة الإضافية، هذا جواب الحكومة. خلال الندوة الصحفية التي أعقبت الاجتماع الحكومي اليوم الخميس، رفض مجددا مصطفى بيتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة الإجابة عن سؤال يتعلق بالساعة الإضافية. وصرح بيتاس في وقت سابق إن الموضوع مطروح للنقاش على طاولة الحكومة دون ذكر أي تفاصيل تكشف توجه الحكومة بخصوص اعتماده من عدمه. وأضاف بيتاس خلال ذات اللقاء إن فكرة التراجع عن الساعة الإضافية مطروحة للنقاش، وأن الحكومة تتفهم الصعوبات التي تطرحها الساعة الإضافية. هذا وعبر كثير من المواطنين عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن رفضهم للساعة الإضافية، مطالبين حكومة أخنوش بالرجوع إلى توقيت غرينتش.